الآباء والأجداد تعودوا على أسلوب حياة مختلف معين، وأيضا يمكن الشباب أو الجيل الجديد عم بيرفض كل ما هو موروث وكل ما هو تقليدي. فهل من العدالة إنه إحنا نحرم أبائنا وأجدادنا من ذاكرتهم أو هويتهم؟ أو هل من العدالة إنه نخلي هالجيل الجديد يعيش زمن غير زمنه؟ طبعا لا. عشان هيك لازم العلاقة بدل ما تكون علاقة عكسية تكون علاقة تكاملية. صحيح. كيف؟ شو الحل اللي ممكن إنه نقدمه؟ رح نعرف أكيد بتجربة رائعة جدا من خلال ضيوفنا بفقرة فنجان قهوة اللي نورونا بالاستوديو، حلا عثمان من الجيل الجديد وأيضا والدتها إيثار الريس، نورتونا وشرفتونا. حبيبة بيكوني أنت، أهلا وسهلا فيكم. أهلا شرف، نورتوا، كتير سعداء إنه تكونوا موجودين. اليوم لما كنا عم نحضر للحلقة أليكس كنا عم نفكر إنه بحلقة نتحدث فيها عن الاختلافات بين الأجيال ومحاولة إنه نقرب وجهات النظر، كنا عم نفكر إنه مين ممكن يكون معنا ضيوف بشكل استثنائي وغير تقليدي. صح. صدقاً حلا، يعني يمكن كنتي من الناس يعني المرشحين بقوة للحلقة زي هاي، لأنه حسناكي حبيبتي، حسناكي طبعاً، والفضل لماما بين الجيلين يعني بتحسها الكبيرة الواعية، وبنفس الوقت بنشوف روح الشباب فيكي، فأهلا وسهلا فيكم. مباشرة ما رح أحكي كتير، بس بدي أتوجه إليك حلا وأسألك، تحديات اليوم لصبية بسنك شو هي؟ أكيد مختلفة كتير عن التحديات الماضية. طبعاً هي، شوفي، تحديات هلأ لعصري. أوكي. لعصري أنا، وكوني أنا بنت سوشيال ميديا، التحديات اللي بواجهها من الناس أكثر أكثر أكثر. الناس دائما عندها فكرة إذا أنت في السوشيال ميديا فتحمل أي شيء. لا بالعكس، أنا زي زيك، ودائما أنا يمكن اللي قربني من الناس إني واقعية، بحاول أفرجيهم إنه إحنا البنات كلنا زي بعض. أنا بصحى الصبح عندي أساعد أمي في البيت، أنا ممنوع أصور لك ستوري وأنا في إشي في الجلي لا ممنوع، لازم البيت يكون نظيف، لازم إيدي على إيد أمي، هاي يعني عملتي صورة واقعية. بالضبط. أنت كيف بتشوفي الجيل الجديد؟ يعني طبعاً تربيتك والأمور اللي عصرتيها وعشتيها مختلفة تماماً، كيف يعني شو بيخطر ببالك أحياناً لما تشوفيهم؟ حالياً الجيل الجديد عنده جميع الوسائل المتوفرة اللي ما كانت متوفرة على دورنا، ومواكبة العصر عندهم أسرع من عنا. صح. التحديات هلأ كلياتها هي سريعة لهم أكثر منا. صح. يعني هم مسموح لهم المجالات كلها، احنا كانت محاصره. صح. محدودة. يعني هلا هذا الجيل، هذا جيل كله تكنولوجيا، كله جيل سوشيال ميديا، بس هذا تحدي بحد ذاته، تحدي كثره الاختيارات بتشوش. مزبوط. صح. صحيح، كمان هاي تحدي، هاي تحديات لهم بشكل عام يعني كلياتها، وبتساعدهم على الانتشار وعلى الوصول اللي هم فيه. تستغربي على الوقت اللي هم فيه؟ لا ما بتستغربي. لا 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 ابدا، قادرة تفهميهم. في زمن بتحول وبتغير كتير، أنا بقول دائما الثقة بين الأهل وبين أولادهم كتير مهمة. صح. طبعاً. وبنفس الوقت صعبة كتير، يعني الثقة غالية. صح. وإحنا منخاف على أولادنا دائما، وحتى نعطيهم الثقة بأنهم ينطلقوا، يعني بتكون زي ما بقولوا خطوة لقدام وخطوة لورا. صح. وإحنا وحظنا. صح؟ صح. لكن أكيد في اختلافات، يعني إحنا بنشوفك حلا على السوشيال ميديا ما شاء الله عندك هالفيديوهات، يعني هاي اللي عملت ضج غير شكل، ونقلتي فيها الواقعية، بس بنفس الوقت حكيتي عن تحديات كتيرة. هالاختلافات بدي أسمع منكم كيف بتحلوها؟ في اختلافات طبعاً أعمق من اللي بتبان على السوشيال ميديا. طبعاً طبعاً. كيف بتحلوها؟ الحكي يا ماما، بدك تحكي لهم كيف نحلها؟ شكله ماما عندها حكي كتير، خليها تحكي. مثل أي أم، مثل أي أم بتكون حريصة. يعني قبل شوي لما ذكرت زي ما حكت حلا، اكيد في الشغلات اللي بتظهر يعني اقل لسه من الشغلات اللي بتكون. طبعاً. احنا كلياتنا بنحاول نعطي الايجابيات. طبعاً. ما حدا بيعطي سلبيات. الاختلافات كثير، يمكن انا عندي وجهه نظر هي مو موجوده عندها. هي عندها وجهه نظر انا مو موجوده عندي. صح. صح. حتى لما نوصل، لما بدها يعني توصل لي فكره معينه او انا اوصلها، مو دائما بده يكون في نعم نعم نعم. أيوة. اكيد في نقاشات طويله. مين بالآخر بقناع الثاني؟ مين بربح النقاش؟ بالسلطة ولا بالإقناع؟ لا بالإقناع. يعني قدر تستخدمي اليوم، بتضطري تستخدمي سلطة الأم. سلطة الأم رح تعطي لأبنائي تمرد علي.
حلو. لأنه هذا الجيل ما بده سلطة، هذا الجيل بده حلو. تفاهم بدك تاخدي معه وبدك تتنازلي نسبة بسيطة عن دور الأمومة تصير صديقة. حلو. يعني هذا اللي عم نحكي بيقلل الفجوة، هذا اللي إحنا يمكن الأهل بدنا إياهم يقدروا إنهم، صعب مش سهل أكيد جداً. بس إنهم يوصلوا لهاي المرحلة حتى يقدروا يكسبوا أبنائهم ويتفاهموا معهم. يعني من فترة مراهقتي والوالدة إحنا مش يعني شو نتذكري، عشنا دور أم وبنت كتير كل الوقت ماشيين عم نبدأ صحبات بس طبعا عارف اي علاقه اصحاب الا ما يكون في صاحب حكيم عقلاني في الموضوع. طبعا هذا الدور للوالده الله يخلي لك اياها. طب حلف، شو في موقف او شيء بتحسي انه مش منطقي بيحكوه الجيل القديم؟ مش يعني مش قادر يعني كم اعتراض يعني اعتراض يعني فعلا يعني انتم كجيل جديد مش قادرين يعني تقتنعوا فيه حقيقه، ومش انت لحالك، احنا بنحكي قاعدين كجيل كامل. من فترة قبل أسبوعين بدي أسافر على تركيا، فبقترح أنا وصاحبي لإلي، أنا صاحباتي محصورين يعني أنا أمي هي كل إشي، فبقولها ترى هيك هيك أنا وصاحبتي بدنا نسافر، تقولي لا رجلي على رجلك. فبقولها طب كل البنات هلأ بيروحوا ليش أنا لا؟ يعني وشوفي هلأ قاعدين بيطلعوا جروبات حتى هون عندنا في السوشيال ميديا الأردنية، بتلاقي كتير في جروبات طالعين مسافرين على بلد يغطوا فعالية يغطوا كذا. فبقولها أنا لسه الحياة قدامي، هل معقول لما تنعرض لي فرصة ترفضي؟ قالت لي شو ما انعرضت قدامك فرص انا قبلك على الطياره. لغيت مع صاحبتي طلعت انا وياها، وجزم لك انا بشهر 8 ان شاء الله بصير 26 سنه، احلى 8 ايام قضيتهم بحياتي مع الوالده ما شاء الله. الله يخليكم. كانوا صحباتك ولا لا؟ لحالنا بس كلنا انبسطنا. حتى لما هي تتعب بقولها انه خلينا نسهر، انت عارفه الجو حلو السهر هناك. تقول لي خلص خلص ما بدي انام يلا قومي. ما هو السهر بيعمل تجاعيد. هون اجى التنازل. يعني كانوا اهالينا زمان يضحكوا علينا، السهر بيعمل تجاعيد، القهوه بتعمل مش عارفه انا شو ما اشكي بتقولي من التليفون. هو في فيديو على هالموقف بس انا شايفتكم راجعين منورين من السهر. شو رايكم نشوف بيعمل تجاعيد قلتي ولا لا؟ يلا. أنا حالياً مع الوالدة، نتمنى بس تحضروا الفيديو تقنعوها إنه السهر هاي الأيام مش زي زمان بيعمل تجاعيد وهاي الأشياء. لا بيعمل تجاعيد. يوم هذا زمان كان ترهلات إيش؟ وأنا بسهر من معدتي. والله جاد للبشرة للذكاء، هون يكون في ذكاء. وبس أنا البسهر وبصحى من صباحية الله. البنات كل صاحباتي للعصر بيناموا وللمغرب. الصبح فيه رزق وفيه بركة. الصبح بس تصحوا على الساعة 10 الصبح بنقط عليكم 100 دولار. يعطيكم العافية، بحبكم كلكم، خذوا قلبي. طيب قولي لي أنت آخر مرة عملت لها فطور حلو؟ إمتى؟ امبارح ما عزمتك على فطور على غدا صح؟ زمان ما بعمل لها فطور أنا. ماشي بس بطلعها برا. والله يلا اسمعي كذا كذا تعالي نطلع. ما هي بتحب تطلع برا حلا؟ أريح. بتحب الفطور جوا ولا برا؟ بفرق. أنا بحب الاثنين بس حتى أسير باجي بقول شفتي هون كنا بالنهاية جبنة ولبنة. خلينا نشوف. بدل ما تصحين نطلع نشمس ونستغل هالشمسات، الناس بتطلع بتفطر. مش عارفة أنا أنت ليش رافضة فكرة الفطور برا الدار؟ قال بحطولي لبن وبيض، يعني إحنا مش قادرين نعملها في البيت. لا يا ما مش قادرين نعملها بالدار، برا الناس بتدللنا. بعدين كل إشي برا طعمته بتختلف عن البيت، ليش مش تقتنعي بهالمعلومة؟ أنا مش عارفة. بدي بريكفاست مش عشان بصور. خلص نحسب هلا بنقعد بنفوت نشوف نفطر، تقعد تحسب لي اياها وتقنعني انه الفطور برا بفرقش عن اشي جوا البيت، بس انه بس مصاريف زايده كالعاده. مين فاز بالنهايه؟ طلعتوا على الافطار؟ طلعتوا. احنا طلعنا. حلا ما شاء الله عليك بتبيني لسه اصغر بكثير. وانا تفاجات اليوم هيك. خلينا ناخذ شوي عن حياتك الشخصيه او الاكاديميه. انت خريجه هندسه برمجيات لي 3 سنين، خريجه هندسه برمجيات من جامعه العلوم والتكنولوجيا جوهره الجامعات، بفتخر عشان هيك مركزه على موضوع المايكرويف. ايش حابه تعرفي بالضبط؟ عايش بين اصغر. بتبيني اصغر اكيد، لانه اول شيء اكيد مدلله وماما دايره بالها عليكي، وبابا الله يخلي لك اياه. لا اسم الله جينات واضح، والجينات واضحه اكيد. هذا واحد. اثنين، انت ما بتشتغلي حلا؟ لا لا ما بشتغل. ليه؟ اول 3 شهور من تخرجي بالضبط سعيت
أوكي. يعني أنا ما برضى أقولها، أنا وصلت فيه أقدم على كاشير بدي أشتغل خلاص. طبعا بغض النظر شو ما يكون الاكتفاء عندي الأهل، أنا أهلي ما تعبوا علي ودرسوني عشان أنا أقعد في البيت. أكيد. كان هدف يعني بدي أشتغل، بدي أكمل ماستر، بدي أكمل دكتوراه، وهذا الإشي أنا يعني إن شاء الله قد ما أصير ما رح أتخلى عنه، وناوي بإذن الله أكمله. الله بوفقك. فأمين يا رب. فأقدم من هون أقدم من هون، كله بده خبرة. أنا لما فتت الجامعة يعني أنا بالضبط أهلي أعطوني تليفون لما نجحت توجيهي، حتى مش بس وأنا بس أنا فترة النتائج، لا بس طلع لي قبول الجامعة خدي تليفون. يعني كان في عادات يعني لأي عمر أنا بوصل له، لا لسه أمي مسيطرة في صرامة. طبعا. فبلشت زي أي بنت أشارك يومياتي على السناب. خلصت تقريبا جامعة وأنا عندي برينج 14-12 ألف متابع على السناب. أقدم من هون رفض رفض، كل يوم أستنى الإيميل، ننظر للسي في في المستقبل، هذا الإشي بداية. صفنت تطلعي عنا في كتير، طبعا أنا بوجههم تحية كل مشاهير الأردن، في منهم كتير ناس أنا يعني بحبهم وبحتدي فيهم ناجحين وقدروا ينجحوا وقدروا يكونوا اسم. فصفنت إنه أنا شو ناقصني، طب ما أنا أساسا بالسوشيال ميديا أستمر. حلو. من تقريبا من شهر 6 كان أول بداياتي على منصة التيك توك. شهر 6 السنة الماضية. السنة الماضية بلشت، لا بال 2021. السنة الماضية بلشت انستغرام. يا سلام. ما شاء الله عندك برافو. عدد يعني انا لسه ما كملت سنة على الانستغرام وباني شعبية. حلو. فبلشت نزل هون الفيديوهات نفسها اللي انا بصورها وانا مع اهلي او حتى وانا بحكي في موضوع انزلها على اي منصة. يعني حلقة الفيديوهات واضح اكيد انها طبيعية، حتى هلا رح نشوف فيديو الميكروويف. بنتمنى اكيد التوفيق لإلك، وبنتمنى نشوف كمان الفيديوهات تصيري اكثر خبرة وتقدر توصلي لجيلك وللصبايا اللي بجيلك امور يعني ممكن انها فعلا تساعدهم ان شاء الله. خلينا نشوف الميكروويف لانه انا عندي سؤال كمان للست إيثار. مش قادرة أفهم شو مشكلة أمي مع الميكروويف بالدار، مصممة إنه يتغير، عاد هو يعتبر عندها خزانة زائدة. هاي زيت وزعتر، علبة حلاوة، حافظة خبز، وكل ما نحكي لها شو بدك مثلا نجيب لك شيء غيروا لي الميكروويف، شو مشكلتها لحد اليوم مش قادرة أعرف أنا معه. ما بنستخدمهوش يعني، يمكن آخر مرة في حياتي استخدمته إحنا صف سابع، هو بس منظر يصنف صنف زائد بالدار بس. يعني هدول جزء كتير بسيط من فيديوهاتك يعني اللي ممكن إنها توضح الاختلاف خلينا نقول ما بين الجيلين. يمكن السؤال الأخير ست إيثار، يعني لما بنحكي عن الجيل الجديد، هل فعلا الجيل الجديد كسول زي ما بيتهموه؟ كسول. هذا كل مع كل اللي بتعمل حلا وجيل كسول وجيل تشفقي عليه. ذكي من مكابة العصر طبعا. كسول لانه كل شيء صار سهل، كل شيء بلفوا العالم كله على قعده واحده وهذا صح، وبتشفقي عليهم. ما عندهم الطبيعه اللي احنا كانت موجوده عندنا. الله. البساطه. ايوه البساطه، الجو هاي الكمال الاسري. يعني انا اولادي شباب يعني هم حتى وهم جالسين معي الكل على موبايلاته صح للاسف. فحكيت لك جيل ذكي وجيل كسول وجيل بتشفقي عليه، هدول الثلاثة فيهم. يعني الله يحميهم. الله يحميهم. هذه ضريبة التكنولوجيا، الحياة اختلفت، البيئة اختلفت، البيئة اليوم عم بتربي معانا أولادنا، مش بس البيت، المدرسة، صحيح. السوشيال ميديا وكل شيء. لكن بالنهاية يعني الحمد لله بنقدر نقول إنه عنا بالأردن نماذج كثير طيبة وحلوة، ومنها كنتي حلا أنت اليوم. ويعني أنا بدي أحييكي وأحيي أهلك والدتك ووالدك وإخوانك الشباب، وإن شاء الله المرات الجاي هيك بعد فترة كمان بتكوني معانا وتكوني بالموقع اللي انت بتتمنيه حتى في مجال شهادتك وشغلك. امين يا رب. وكان لي شرف كثير اني اكون معكم وموجوده في هذا البرنامج الجميل مع اعلاميات مثلكم. يعني لي الشرف اني اكون انا والوالدي متواجدين. نورتونا وانتم مثال كثير حلو، وبنتمنى اكيد انه انت تضيفي لها اكيد، لانه الجيل القديم الله يعني جيلنا فعلا جيل رائع بيتميز بكثير من التفاصيل الحلوه اللي بنحب انه نحافظ عليها. واكيد حلا كمان جيلكم بالعكس يعني جيل ذكي، واحنا بدنا نكون مواكبين ايضا للعصر اللي بنعيش فيه. بدنا نشكركم اكيد، نورتونا بوجودكم معنا. الله يخليكم لبعض وانتم مثال كثير حلو حقيقه.